السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله التوفيق. الفيديو رقم 4 النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم فيه عن قائمة المنقولات الزوجية وكل ما يتعلق بها من الناحية القانونية. هنتكلم في عناصر محددة عزيز المستمع عشان تكون مركز معايا. أول نقطة هنتكلم فيها كيف تكتب قائمة منقولات زوجية سليمة بدون أخطاء. 2، متى يحق للزوجة أن تشتكي الزوج بقائمة المنقولات الزوجية. 3، طريقة رفع دعوى منقولات زوجية. 4، كيف يتخلص الزوج من عقوبة التبديد وكيف يتلاشى الزوج رفع دعوى التبديد من بداية المشاكل الزوجية. هنتكلم رقم 5 عن بعض المشاكل الفنية في قائمة المنقولات الزوجية وهي مشكلة المصاغ الذهبي وكتابته بقائمة المنقولات الزوجية. 5، هنتكلم عن بعض النصائح التي تخص الزوجين عندما يحدث خلاف بينهما. أقول بالله التوفيق. أول نقطة نتكلم فيها النهاردة كيف تكتب قائمة منقولات زوجية سليمة بدون أخطاء. طبعا قائمة المنقولات بتتباع في المكتبات بهذا الشكل. إن لم تتيسر إن أنت تجيب هذا الشكل بتكتبها في ورقة عادية أو بتكتبها في ورقة مطبوعة على الكمبيوتر. أول نصيحة بديها لحضرتك النهاردة، احرص على كتابة المنقولات الزوجية بشكل تفصيلي وصفا وقيمة. وصفا يعني أن تصف كل بند من البنود المذكورة في القائمة في بند البيان الموجود ده. بتصفه تقول عدد 1 دولاب، عدد 1 سرير، مترين في 120، لون بني، القيمة 1000 جنيه ولو يكن. يبقى أن تصف كل اللي يذكر في قائمة المنقولات الزوجية في هنا وصفا وبتكتب القيمة بتاعته بالفلوس. يبقى أول نصيحة أن تحرص على كتابة كافة المنقولات الزوجية. أي شيء بقى يتكتب في قائمة المنقولات، سواء أجهزة كهربائية، سواء أجهزة منزلية، سواء الفرش السجاد، سواء الدولاب، السرير، كومودينو، تكتبه وصفا وقيمة بشكل تفصيلي. ليه؟ عشان بعد كده لا قدر الله يحدث خلاف ما بين الزوجين ويحصل تسليم لقائمة المنقولات الزوجية للزوجة، بنطابق الموجود في قائمة المنقولات باللي موجود على أرض الواقع فيتم التسليم بشكل سليم. يبقى احرص على كتابة المنقولات وصفا وقيمة. النصيحة رقم 2، عليك أيها الزوج أن تتأكد، وعليك أيها المحامي أو اللي بتكتب المنقولات الزوجية ما بين الطرفين الزوج والزوجة، أن تكتب المنقولات الزوجية من الواقع الفعلي من داخل شقة الزوجية. اقف في قلب شقة الزوجية واكتب المنقولات الزوجية. ليه؟ اللي بيحصل في الواقع العملي إن الزوج بيتصل على المحامي يقول له أنا عندي جبت 1 2 3، والمحامي بيكتب، وأول عروسة بيودي الفواتير يتم الكتابة من الفواتير. طيب في نقطة حصلت معايا أنا شخصيا في دعوة إن الزوجة جابت بعض الأشياء بالفواتير وأعطت الفواتير للمحامي يكتب منها قائمة المنقولات الزوجية. المحامي نقل زي ما الفاتورة مكتوبة، ولكن الزوج والد الزوجة كان جايب شاشة 55 بوصة ورجع رجعها وجاب شاشة 32 بوصة، فاتكتبت 55 بوصة على الفاتورة الموجودة اللي أبو الزوجة أعطاها للمحامي يكتبها. فإيجا حصل خلاف بعد ذلك، فقائمة المنقولات الزوجية مكتوب فيها شاشة 55 بوصة والواقع شاشة 32 بوصة. فأنا بقول لحضرتك وانت بتكتب المنقولات الزوجية عايز حضرتك تنتقل إلى شقة الزوجية وتراجع الفواتير المكتوبة بأصل الحاجة المكتوبة على قدر المستطاع، خاصة في الأشياء اللي هي اللي بيبقى عليها الخلاف. ولكن اللي بيكتب من الفواتير عمياني او بيكتب عمياني بعيد عن المنقولات الزوجيه بيعمل مشاكل بعد كده عند حدوث نزاع ما بين الزوجين. النصيحه الثالثه اللي بقدمها لحضرتك النهارده، اياك ان يتم التوقيع على منقولات زوجيه، قائمه منقولات زوجيه على بياض، زيها زي ايصال الامانه قائمه المنقولات الزوجيه. فانت ما بتوقع على بياض بتعرضها لبعض الثغرات القانونيه فيما بعد، وبتعرض نفسك ان ربما يتم اضافة اشياء لم يتم الاتفاق عليها وبيكون في حسن نية ولكن ربما يحدث ذلك، فانا موقعش نفسي تحت طائلة اي شيء. ده بيحصل امتى؟ بيحصل في الغالب في الواقع العملي اما يجي يكتبوا الكتاب قبل الدخول ولسه العفش ما اكتملش ولا قائمة المنقولات اكتملت، فيقولك وقع على بياض وبعد ما يحصل اكتمال لقائمة المنقولات الزوجية هنبقى نملاها. لا، بقول لحضرتك بلاش ان تمضي على بياض عشان نتلاشى الثغرات القانونية اللي اتكلمنا عنها زي ايصال الامانة، وعشان ما يتمش اضافة اشياء لم يتم الاتفاق عليها
ونحدث في ونكون في نزاع بعد ذلك. النصيحة اللي بعد كده، بعد ما تخلص كتابة المنقولات وصفا وقيمة وتتأكد وتراجع من المراجعة الدقيقة للمنقولات الموجودة على أرض الواقع، بقول لحضرتك بتكتب القيمة الإجمالية للمنقولات الزوجية. احنا اتفقنا انها تكون بمئة ألف بخمسين ألف، بتجمع المنقولات اللي احنا كتبناها وبنيجي في السطر الأخير نكتب المنقولات إجماليها 50,000 جنيه فقط لا غير، مثلا عربي وبالحساب. في بعد كده إقرار موجود في نهاية قائمة المنقولات الزوجية، إن الزوج بيكفي إنه استلم المنقولات وإنه مستعد لردها عند طلبها، وإن يده عليها على المنقولات يد أمان. ده بيتم التوقيع في هذا المكان المخصص، الاسم رقم القومي والبصمة تفضل طبعا. طيب دي النصيحة بعد كده اللي بنقولها الشهود. هنا شاهد أول وفي شاهد تاني، الشاهد الأول والشاهد التاني أجيبهم منين؟ يفضل إن اتنين شهود يكون شاهد من أهل العريس وشاهد من أهل العروسة، يكونوا حضروا واقعة تسليم المنقولات الزوجية بشكل حقيقي. ليه؟ ربما يحدث نزاع لا قدر الله في المستقبل، لا ده ما كانتش دي، لا ما كانتش دي، يبقى اللي بيحكم إن احنا بنحيل الدعوة إلى التحقيق وبنطلب شهادة الشهود اللي حضروا واقعة استلام المنقولات الزوجية. النصيحة اللي بعد كده، كتابة المصاغ الذهبي وصفا وقيمة بشكل تفصيلي جرامات وبشكل تفصيلي غويشة خاتم محبس، وبتكتب عدد الجرام اللي هو مقابل له. المصاغ الذهبي بعض البلاد بتكتبه في قائمة المنقولات الزوجية وبعض البلاد ما بتكتبوش. أنا أميل وأرجح إن المصاغ الذهبي لا يكتب في قائمة المنقولات الزوجية. ليه؟ المصاغ الذهبي لصيق بالزوجة، دايما الزوجة الذهب عندها وهي اللي بتقدر تتصرف فيه وهي اللي بتتحكم فيه. فأما بتحدث لا قدر الله نزاع ما بين الزوجين، أول حاجة بتاخده وهي طالعة المصاغ الذهبي. طيب هي خدته وهي طلعت وأنا ماضي عليه إن هو أمانة عندي، هتيجي تقاضيني وترفع دعوة تبديد منقولات زوجية عشان أثبت إن هي خرجت بالمصاغ الذهبي، لازم أجيب اتنين شهود شافوا واقعة خروجها بالمصاغ الذهبي، وبدخل نفسي في موال. فالأفضل طبعا إن المصاغ الذهبي لا يكتب في قائمة المنقولات الزوجية لأنه لصيق بشخصية الزوج. ولكن إذا الزوج خد المصاغ الذهبي من الزوجة على سبيل السلف، نكتب لها ورقة خارجية بعيد عن قائمة المنقولات الزوجية حتى لا يحدث نزاع بعد ذلك. ولكن إن كان العرف في البلد اللي حضرتك بتسمعني والعرف جرى عندكم بتكتبوها في القايمة، فده يرجع لاتفاق الطرفين، ولكن أنا بقول رأيي إن هو لا يكتب في المنقولات الزوجية. كده بنكون كتبنا قائمة منقولات زوجية بدون أخطاء بإذن الله سبحانه وتعالى. متى يحق للزوجة أن تشتكي زوجها بقائمة المنقولات الزوجية؟ إمتى يحق للزوجة إن هي تشتكي جوزها بالمنقولات الزوجية؟ هل عند الطلاق؟ هل مش عارف أنت؟ أقول لحضرتك يحق للزوجة أن تشتكي حتى ولو ما زالت على ذمته، حتى ولو كانت موجودة في منزل الزوجية. ليه؟ لأن قائمة المنقولات الزوجية لا علاقة لها بالحياة الزوجية، هو يعتبر عقد من عقود الأمانة زي ما قلنا، زيها زي إيصال الأمانة، هي بيسموه عقد أمانة. بعض الفقهاء قالوا هي عارية استعمال، وبعض الآخر قال إن هي وديعة. فأنا بقول لحضرتك إن من الممكن إن الزوجة تشتكي وهي ما زالت على ذمة الزوج، وهي ما زالت في منزل الزوجية القانون أعطاها هذا الحق. الرقم 3 اللي كنا عايزين نتكلم عنه، طرق رفع دعوى تبديد المنقولات الزوجية. من الممكن أن ترفع الزوجة الدعوى من الناحية الجنائية، وممكن ترفعها دعوى أحوال شخصية أمام محاكم الأسرة. ولكن اللي اتكلم عنه النهاردة موضوع الدعوى أمام محاكم الجنة. ممكن تعملها جنحة مباشرة عن طريق المحامي، أو بتعملها جنحة غير مباشرة اللي هو محضر الشرطة، بتروح الزوجة بتشتكي في محضر الشرطة إن زوجها بدد المنقولات الزوجية، أو بتعمل توكيل خاص. وبأكد على النقطة دي، عدم استعمال الوكالة العامة في موضوع تبديد المنقولات الزوجية، لازم توكيل خاص. اللي بيحصل بعد كده، الدعوة بتروح إلى النيابة العامة، النيابة العامة تحيلها إلى المحكمة. إذا الزوج حضر وأقر إن هو يسلم المنقولات الزوجية، ففي هذه الحالة يحكم ببراءة الزوج. إذ لم يحضر الزوج أو لم يسلم بالمنقولات الزوجية، يحكم عليه بالحبس. عقوبة تبديد المنقولات الزوجية الحبس من يوم إلى 3 سنوات، ويخضع لتقدير القاضي الذي ينظر الدعوة. إزاي يتلاشى الزوج إن هو يحكم عليه بالتبديد؟ إن هو يسلم المنقولات الزوجية.
بعض المشاكل العملية اللي بتواجه الزوج في تسليم المنقولات الزوجية، إنه بيحضر أمام القاضي ويقول أنا عايز أسلم المنقولات الزوجية. بتيجي الزوجة تقول لا، المنقولات دي مش بتاعتي. الفيصل ما بين الزوج والزوجة يتم ندب خبير أثاث هو اللي بيفصل هل المنقولات دي فعلا هي بتاعتها ولا مش بتاعتها. وده بيرجع تاني لقائمة المنقولات اللي قلنا عليها كتابتها وصفا وتفصيلا، بيفيد في حالة إذا الزوجة أنكرت إن هي بتاعتها أو مش بتاعتها. وأيضا يتم استدعاء الشهود أو يتم الاستدعاء لبعض الصور من الحياة الزوجية، متصور فيها الأنترية، متصور فيها كده، بنقول إن هي دي منقولاتها. فإذا أقرت إنها منقولاتها وإذا قال الخبير إنها منقولاتها، يحكم ببراءة الزوج بعد تسليمه للمنقولات الزوجية. طيب بقول لحضرتك موضوع الشكوى في المنقولات الزوجية. نصيحة لله سبحانه وتعالى، الزوجة لا تتعجلي ان تشتكي زوجك بالمنقولات الزوجية. ليه؟ لان هي عقوبتها التبديد وعقوبتها الحبس، والحبس ده بيفضل صبة في جبين زوجك ابو اولادك. يجي ابنك يقدم في الشرطة، في النيابة، في اي حاجة، بيفضل لصيق بهم ان والدهم محكوم عليه بعقوبة حبس وهي تبديد. فبقول لحضرتك ما تستعجليش في رفع دعوى منقولات الزوجية، واتبعي النهج النبوي والنهج القرآني في العلاج من المشكلات الزوجية. قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. يبقى ما تستعجليش إن أنت ترفع دعوى منقولات الزوجية على زوجك وبعد كده بترجعوا تاني لبعض، ولكن يحدث شرخ في الحياة الزوجية. فما تستعجليش واصبري على زوجك. وبقول للزوج اتق الله في زوجتك ولا تظلم زوجتك في المنقولات الزوجية. وبقول للاثنين ان هم يحافظوا على الأسرة ويحافظوا على أولادهم. هذا فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو أو نسي فمني ومن الشيطان.